يعني يعطيكم العافية. من الكومنتس اللي كثير أجت على الفيديوهات اللي كنت بعملها أو من المراسلات اللي أجتني سواء على البرايفت أو على اليوتيوب شانل أو على الفيسبوك أو في أي مكان، كانت اللي هي أسئلة عن العمل في قطر. صراحة من يعني خلينا أحكي المؤسف إنه في عدد كثير كبير من الناس بدور على هذا الشغل. المفرح انه كل هذا العدد من الناس مهتم بانه يشتغل. سو اليوم حبيت ان انا احكي بهذا الفيديو معلومات اكثر شوي عن موضوع العمل في قطر، لعل وعسى انه تكون في فائدة للناس اللي بدوروا على شغل، وتقدروا ترجعوا للمراجع اللي انا راح احكيها بهذا الفيديو لحتى تقدروا تلاقوا ان شاء الله فرصة عمل في دولة قطر. خلينا نشوف مع بعض. مرحبا، يعطيكم العافية، معكم جاسر مصطفى مهندس معماري بشتغل في دولة قطر. اليوم حبيت ان اطلع بهذا الفيديو بعد العدد الهائل من الاسئلة والكومنتات اللي كانت تجيني عن كيف انا ممكن الاقي شغل في دولة قطر، سواء في مجال الهندسة، في مجال الطب، في مجال الرياضة، في مجال المحاسبة، في اي مجال من المجالات. هلأ بحب احكي انه اكيد ما عندي خبرة في كل مجالات العمل كيف انت ممكن تلاقي شغل فيها، لكن طريقة البحث عن العمل ان شاء الله انها تكون سهلة للجميع، لكن تكون زي ما حكينا بالفيديوهات اللي قبل نفسك طويل، لانه ايجاد فرصة عمل سواء في دولة قطر او في غيرها من الدول ما راح يكون بالسهولة اللي انت بتخيلها، ما راح يكون بيوم وليلة ولا بشهر ولا بيومين ولا باسبوع، انت ونصيبك اول شيء، اذا لك رزقة فراح تاخذها. فخلينا شوي نكون بالنا طويل وخلينا نشوف مع بعض ايش المواقع اللي انا ممكن من خلالها ادور على فرص عمل في دولة قطر، سواء في المجال الهندسي او في المجالات الثانية. طبعا من اول المواقع اللي الكل بيعرفه، الكل في اي بلد بيدور على شغل بيدور عليها، هي موقع لينكد ان وموقع فايد.com، لكن هم بدولة قطر شوي مستخدمين بشكل اكبر، لانه الناس هون تشتغل مالتي ناشوناليتيز، تشتغل ببروفيشنال واي. سو اللينكد ان هو بروفيشنال بلاتفورم عشان تعلن او تدور على شغل، سو هو مستخدم من الوسائل اللي انت بتقدر تدور فيها على طريقة عمل. سو استخدم اللينكد ان بشكل كبير، طور البروفايل تبعك وتراسل او تواصل مع الناس الموجودين على اللينكد ان، كون اكتف على اللينكد ان، بوستس ان اند اوت، شارك بالجروبس اللي ممكن تكون في مجال شغلك، وان شاء الله انه الناس راح تطلع على البروفايل تبعك وتتواصل معك. ما حدا يحكي انه ما له فائده، لانه له فائده كثير كبيره، بس للناس اللي البروفايل تبعها اكتف والناس اللي عندها خلينا احكي فيجن معينة، والناس اللي بتشارك بطريقة صحيحة مع الكومنتس الثانية او مع البوستس الثانية او مع الجروبس الثانية. سو ديفينتلي هو شيء مفيد، وما تحكي لي هو مش مفيد وما راح اوصل لنتيجة، راح توصل لنتيجة. موقع الثاني اللي هو باي.com، انا شخصيا اجاني مقابلتين لثلاث مقابلات في الفترة الماضية بس من اكاونت الباي.com، واللي انا اساسا الي يمكن سنتين ما فتحته. سو الفكرة في الموضوع انه المواقع هاي بتساعدك على انك انت تلاقي فرصة عمل، اتليست انه يتواصلوا معك او يعرفوا انك موجود. سو دائما البلاتفورمز او السوشيال ميديا بلاتفورمز الموجوده اللي راح تعطيك ابيليتي انك انت توصل لصاحب العمل او للشركات او لصاحب القرار في التوظيف او للاتش ار، مهم جدا انك انت تكون عندك درايه فيها وعندك المام بكيف انك انت تتعامل معها. فهذول اول موقعين للبحث عن العمل، هذول موجودين عند الكل، كل المفروض يكون بيعرفهم. المواقع الثانية طبعا إذا أنت عملك يتطلب وجود بورتفوليو، فأنت من المواقع المهمة أنك أنت تكون إلك عليها بورتفوليو أتليست واحد أو دوكيمنت واحد، اللي هو issue.com وbehance.com. هذول الكرياتيف بيبل خلينا نحكي، الناس اللي بمجال الكرياتيفيتي او الديزاين او whatever، ممكن يكون لهم اكاونتس عليهم زي الاركتكتس، انتيريور ديزاينرز، جرافيك ديزاينرز والى اخره. سو ما تهملوا هذا الموضوع، وحاول تعطي وقت للبورتفوليو انك انت تهتم فيه وتطلعه بالصوره المناسبه اللي انت بتحس انها بتعكس ايش الشخص اللي قاعد بيقدم على وظيفه. طبعا في اي دوله من الدول المواقع الرسميه للوزارات والجهات الحكوميه هي من المواقع اللي بتقدم فيها على وظائف. يمكن في دول كثير الموضوع مش كثير مؤثر، لكن في دوله قطر هو مؤثر ديفينتلي، لان المواقع الرسميه للوزارات والجهات الحكوميه راح يتم الاعلان فيها عن الشواغر اللي مطلوبه لهاي الوظائف، وانت راح تقدم مع الناس اللي راح تقدم بهاي الوظيفه، ولما يصير مقابلات راح يطلبوك ان شاء الله، وانك انت تروح لهاي المقابله وتقدم وتشوف شو اللي بيصير معك. سو من مواقع الوزارات الموجوده في دوله قطر او الوزارات الموجوده في دوله قطر التالي: وزاره الاشغال العامه او مؤسسه الاشغال العامه او هيئه الاشغال العامه، وزاره الصحه العامه، وزاره التعليم والتعليم العالي، وزاره العدل، وزاره البلديه والبيئه، وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه،
وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة والرياضة، وزارة الدفاع، وزارة المواصلات والاتصالات. هاي الوزارات اللي انت ممكن انك انت تطلع على المواقع تبعتها، المواقع تبعتها موجودة في الفيديو وراح احطها في الديسكريبشن تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو. سو لا تنسى انك انت تزورها وتحاول انك انت تبحث عن وظائف في الدولة. في دولة قطر طبعا في موقع جدا 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 مهم ومفيد لكل الناس الموجودين في دولة قطر، الموقع اسمه حكومي، راح احط الرابط تبعه بالفيديو، راح احط الرابط تبعه في الديسكريبشن تحت في صندوق الوصف. ديفينتلي واكيد لازم تدخل عليه وتزوره وتشوف ايش التبويبات او الكاتيجوريز الموجوده فيه وتحاول تستفيد منها قدر الامكان. تلفونات لكل مكان موجود، ايميلات والى اخره، سو بتقدر انك انت تاخذ الكونتاكت تحكي مع الجهه اللي انت بدك اياها. طبعا راح تلاقي فيه زي ما حكيت دليل لكل الجهات اللي انت ممكن انك انت تعمل معها، سواء كانت بنوك كهيئات وتبر. هلا بحكي شو الشيء الموجود في هذا الموقع راح اعرضه على السكرين. فانت بتدخل بتشوف رقم التلفون الجهات اللي لها رقم التلفون، تحكي معها الايميلات، تبعت لها الموقع بتدخل عليه. فخلينا نحكي شو الجهات الموجوده في هذا الموقع. هذا الموقع فيه الجهات التاليه: الوزارات، 2 الهيئات والمؤسسات، 3 السفارات، 4 التعليم والتعليم العالي، 5 السياحه والترفيه، 6 المستشفيات والهيئات الصحيه، 7 الشباب والرياضه، 8 البنوك، 9 شركات التامين، و10 المنظمات الخيرية. طبعا انا بحكي هلا عن التبويبات. تدخل جوا التبويبات مثلا جوا الهيئات والمؤسسات راح تلاقي المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء، ومن خلالها تدخل برضو بتقدر تقدم على كهرباء وظائف ممكن انك انت تشتغل فيها برضو، سواء كنت مهندس، محاسب، اي تي، وات ايفر التخصص تبعك. اكيد مؤسسه عامه انت بتقدر تشتغل فيها وتقدم لها. اذا كانت الوظيفه شاغره فانت من الناس اللي ممكن انك انت تحصل على الوظيفه بهذا المكان. من الجهات اللي برضو ممكن نقدم لها في قطر والكل طبعا بيحب انه يقدم لها، شركه غاز قطر. بتنزل على موقعها او على الموقع اللي انا حاطه في الديسكربشن او على اللينكد ان بروفايل لها الشواغر او الوظائف الشاغره اللي ممكن الناس تقدم عليها واللي انت ممكن تقابل فيها واللي انت ممكن اذا قابلت طبعا راح تروح على المقابله وتتوظف ان شاء الله ويكون لك بوزيشن منيح والى اخره. سو ما تغفل شركه غاز قطر. راح اطلع شوي من موضوع المواقع السبيسيفيك لموضوع المواقع اللي شوي جنريك اكثر. في موقع اسمه تنقيب، وهذا موقع تنقيب اذا دخلت على دوله قطر راح تلاقي في وظائف اللي ممكن تكون شاغره في دوله قطر في جميع التخصصات، وراح احط الديسكربشن تبعه وراح احط سوري اللينك تبعه في الديسكربشن برضه. من المواقع اللي كمان ممكن تلاقي فيها وظائف في دوله قطر موقع اسمه وظائف، وبرضه راح احط اللينك تبعه وتقدر تدور بنفس الطريقه على الكاتيجوريز او على الشغل اللي انت بدك اياه. من الاماكن اللي في دوله قطر اللي انت ممكن تقدم لها هي جهه رياضيه، هي اسباير زون. اسباير زون من الجهات اللي الكل بيحب برضه بيحب يشتغل معها. سو هي من الجهات اللي ممكن تقدم لها شغل، سواء كنت رياضي او كنت باي مجال ثاني ممكن تشتغل في اسباير. اذا كنت جرافيك ديزاينر ممكن تشتغل، اذا كنت اي تي، اذا كنت مهندس، اذا كنت باي شكل او اذا كنت في اي مجال من المجالات اللي ممكن تلاقي فيها شغل مع اسباير زون. وهي من الجهات اللي احنا بنحب انه احنا نشتغل معهم. اكيد ما بيخفى على اي حدا انه هلا موقع الفيسبوك سوشيال ميديا بلاتفورم كثير قوية، غطت على كل مواقع التوظيف بشكل كثير كبير، وكل حدا بيدخل على موقع الفيسبوك ممكن تدخل على جروبات للناس في اذا انت بتدور على شغل في قطر مثلا وانت اردني، فممكن تدخل على الاردنيين في دولة قطر، تكتب الاردنيين في دولة قطر راح يطلع لك 1000 جروب او 2000 جروب او 5 جروبات وات ايفر. اذا انت مصري مثلا بتدور على شغل في دولة قطر ممكن تدخل على المصريين في دولة قطر والى اخره. طبعا ليش كل واحد يدخل على بلده بالاول؟ لانه يعني بتلاقي خلاص الناس من جوا بتحب تساعد ابن بلدها. سو انت اول شيء ادخل على الجروبات للناس اللي من بلدك، وبرضه ادخل على الجروبات الثانيه واسال. اذا بتنزل بوست واحد كل الناس راح ترد عليك، بس تحكي انه انت شو مجال شغلك، قديش عدد سنين الخبره اللي انت اشتغلتها، وايش مجال الشغل اللي بتدور عليه. كل الناس اللي عنده فرصه عمل راح يساعدك، واللي ما عنده فرصه عمل برضه راح يساعدك، راح يحاول يحكي لك روح دور في المكان الفلاني او المكان الفلاني، او يسال لك اذا بيعرف حدا راح يفيدك. سو جروبات الفيسبوك صارت مكان كثير 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 مهم انك انت تدور عليه، سبيشالي اذا طلعت تدور في دول الخليج، واحده منهم دوله قطر. طبعا في اي مكان في الكوكب اذا استخدمت جوجل فهو محرك البحث الاول. جوجل في انك تدور على الوظائف صراحه مصدر غني، لانه راح يدخلك على كل ويب سايتس اللي انا ذكرتهم او اللي انا ما ذكرتهم. سو ديفينتلي راح تقدر انك انت ان شاء الله تلاقي فرص عمل عن طريق انك انت تدور على جوجل، بس اكتب وظائف شاغره في دوله قطر او وظائف في دوله قطر بدخلك على كل الويب سايتس اللي انت ممكن تدخل عليها. بيعمل لك اكسس على الفيسبوك اذا في اعلان، على اللينكد ان اذا في اعلان، على البيهانس اذا في اعلان، على وظائف اذا في اعلان، على تنقيب اذا في اعلان، على حكومه اذا في اعلان. في اي مكان انت
يعني بتطلع فيه هذه الكلمة ديفينت لجوجل راح يوصلك لأ. لسه جوجل مكان لا تهمله لأنه مكان جيد جدا في أنك أنت تحصل على معلومة عن وظيفة شاغرة. هلأ إن شاء الله أنك أنت دورت كل هاي الطرق، فتحت ويب سايت لقيت فيه let's say إيميل، رقم تلفون، موقع إلكتروني، والموقع الفيزيكال الموجودة في الشركة. إذا أنت موجود في دولة قطر ابعت الإيميل واحكي تلفون، روح على الشركة وادخل على الموقع اعمل أبلاي، روح على الشركة وحاول انك انت يعني تطلب منهم انك تقعد مع الـ HR او صاحب القرار او صاحب الشركة اذا ما في HR. وبالاغلب يعني باغلب الشركات ما بخليك تروح تقعد مع الـ HR دايركت، بحكي لك ابعت على الايميل بس. وانس انك وصلت هناك اذا قعدت مع اذا ما قعدت مع الـ HR اترك السي في تبعك. في الحالة اللي بتقعد فيها مع الـ HR او مع صاحب القرار في التوظيف او مع صاحب الشركة او مع صاحب العمل، فانت الـ opportunity تبعتك صارت كثير عالية في انك انت تحصل على وظيفة. واكثر الشباب اللي انا بعرفهم اللي صاروا اللي دوروا على شغل في دولة قطر واللي لاقوا كانت عن طريق انهم راحوا على هذا المكان وقعدوا مع هذا المانجر او مع صاحب القرار في التوظيف. هلا اذا انت مش موجود في دولة قطر عندك ابيك تعمل شغلتين، اما انك انت تحكي على التلفون دولي او انك انت بتبعت ايميل او على الويب سايت تعمل ابلاي وتكتفي بهذا الموضوع. الشغله الثانيه حكيتها في فيديو قبل هيك انه اذا انت عندك قدره انك انت تعمل فيزا زياره مثلا او سياحه على دولة قطر وتدور على شغل في دولة قطر ممكن، لكن بده يكون في عندك انت باك اب بلان لانه ممكن انك انت ما تقدر تلاقي شغل بسهوله او بطريقه سريعه. بده يكون عندك بادجت تغطي مصاريفك في هذا المكان اذا لك اقارب او اذا لك اخ او اذا لك اخت او اذا لك ام او اب في دوله قطر، فهذا شيء كثير بيساعدك. اذا لك اصحاب فهذا شيء كثير بيساعدك وبهون عليك، ممكن تقعد عندهم ممكن تقيم معاهم، الاكل والشرب اخر همك يعني عادي انت بتاكل مع اصحابك او بتاكل لحالك، فانت عندك ابيليتي انك تاكل غالي وعندك ابيليتي انك انت تاكل رخيص. سو هذه هي كل الطرق اللي انت ممكن تدور فيها على شغل. اهم شيء انه اذا انت بتعرف حدا في مكان معين حاول تتواصل معه يعمل لك ريكومنديشن، او اذا كان هو صاحب قرار حاول تتواصل معه وتثبت له انك انت قادر على شغل هاي الوظيفه. مش غلط انك انت تحكي مع اصدقائك الموجودين في الدولة، تحاول انك انت تستفسر او يساعدوك في انك انت تلاقي فرصة عمل. بتمنى الكل يلاقي فرص العمل اللي هو بتمناها واللي هو بحب انه يشتغل فيها واللي بتعكس شخصيته، وخلينا احكي بتوفر له سبل العيش اللي هو بتمناها. بالتوفيق للجميع، طول بالك شوي وحاول تدور على الفرصة اللي انت بدك اياها. بالتوفيق للجميع مرة ثانية، ان شاء الله اي حدا بيدور على فرصة عمل انه يلاقيها بسهولة. شكرا لكم ويعطيكم الف عافية ونشوفكم فيديو ثاني.